السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. بالنسبة لهذا الفيديو هذا فغادي يكون فيديو على منتج اللي معروف بزاف واللي يطلبوا مني بزاف الناس انا نتكلم عليه، اللي هو سوبر ابيتي. ماشي هذا اللي كتشوفوه هنا، ولكن واحد المنتج اخر بحاله سميتو سوبر ابيتي، اللي فيه جوج الاشكال، فيه سيرو وفيه فانيد، اللي كيتباع في بزاف في الجزائر ومعروف حتى في بعض البلايص في المغرب، كيتباع عند بعض البائعي الاعشاب الطبيعيه. هذا المنتج هذا معروف في الفيديوهات على الانترنت على انه منتج اللي كيفتح شهيه وكيزيد الوزن، وطلبت مني واحد المشتركه انها تاكد من هذه المساله هذه. هذاك سوبر ابيتي اللي غادي نخلي لكم الصوره ديالو هنايا، هذاك سوبر ابيتي هو نفسه بحال نورابول وبحال وبحال بيرياكتين، بحال نيرافيت، بحال بزاف ديال المنتجات اللي كتباع في الصيدليه اللي كتكون فيها ماده السيبروهيبتادين، اللي هي مكتوبه هنايا سيبروهيبتادين كما كتشوفوا، هي نفسها اللي غادي تلقاو حتى في منتج سوبر ابيتي. هاد المنتجات هادي اللي كتحتوي على مادة سيبروهيبتادين، سواء ابيتين، بيرياكتين، نيرافيت، بزاف المنتجات اللي تيكون الثمن ديالهم رخيص وكياخدهم الناس على حسب انه يفتحوا الشهيه ويزيدوا الوزن، ولكن ما عارفينش مدى الخطوره ديالها، وانه اصلا الاستعمال ديال هذيك المنتجات ما خصوش يكون غير عشوائي، غير الا عطاه لك الطبيب، ويعني حتى يكتبها لك الطبيب عاد تقدري تاخديها، وحتى الطبيب ما كيكتبها لك الا في شي حاله اللي تتكون غاف، وتيبقى يعني كيعاين كل مره كترجعي عنده باش يشوف واش داك الدواء ما دارش لك شي تاثير خايب، لانه هاد الادويه هذه اصلا اللي كتكون فيها ماده سيبروهيبتادين، ها هي مكتوبه هنا سيبروهيبتادين، سيبروهيبتادين كتكون بنسبة 4 ميلي غرام غالبا، وهي نفسها اللي كاينة في دواء سوبر ابيتي، غتلقاو فيه نفس المادة، فقط الاسم يختلف من دولة الى اخرى، اما الدواء راه نفسه بحالو بحال نيورابول نيت. هاد المادة هادي ديال سيبروهيبتادين، الى شفتو معايا الورقة اللي كتكون الداخل واللي اغلب الناس كيهزوها وكيلوحوها وكيشربوا الدواء بلا ما يقراوها، غادي تلقاو ان هذا الدواء اصلا هو معمول للامراض الحساسية والحكة، يعني كيعطيوه للناس اللي عندهم ديك الحساسية والحكة في الجلد ديالهم، الحكة اللي كيكون سببها حساسية، هما كما كتشوفوا هنايا، واصلا ممنوع على الاطفال اقل من سنتين اللي تحت من عامين، ممنوع على الناس اللي عندهم كيعانيوا من مرض زرق العين، ممنوع على مرضى الربو في حالته الحاده، وممنوع على الناس اللي عندهم حساسيه من سيبروهيبتادين، ممنوع على الناس اللي عندهم انسداد في المعده او قرحه في المعده، وغالبا هاد الناس هما اللي كيكونوا مرض بومزوي، ممنوع على الناس اللي عندهم حصر البول او مرض البروستات، وممنوع ايضا على الناس اللي كيستعملوا مضادات المونو امينو اوكسيداز، وممنوع على المرأة الحامل والمرأة المرضع. بالنسبة لعلاش الناس كيشربوه لفتح الشهية وزيادة الوزن، لأنه من التأثيرات الجانبية ديالو، يعني التأثيرات الغير مرغوب فيها ديالو، هو أنه كيفتح الشهية ولكن ماشي دائما، كيفتها عند بعض الناس وبعض الناس لا، في بعض الحالات وبعض الحالات لا، وكيفتها غير في هذيك تقريبا هي في هذيك السيمانة الأولى، من بعد عادي. وهاد التأثيرات الجانبية أو الغير المرغوب فيها فهي كتختلف من شخص لآخر، وتقدر تبان عند بعض الأشخاص وبعض الأشخاص لا، يعني هو أصلا ماشي دواء اللي كيتعطى، ما عمرش طبيب كيعطي هاد الدواء هذا لشي واحد باش يفتح به الشهية، غالبا كيعطيو أدوية اللي تتكون فيها مواد طبيعية بحال الحلبة والفيتامينات، يعني قليل فين كيتعطى هاد المنتج هذا، قليل قليل جدا فين كيكتبوه الأطباء، وممنوع اصلا الواحد يمشي ياخده بدون استشاره طبيه وبدون ما يمشي يسول الطبيب ديالو، واغلبيه هنايا عندنا بعدا في المغرب بحال هادو المواد الادويه اللي فيهم سيبروهيبتادين هما اللي كيخرجوا على الجهد وهما اللي كيتباعوا على الجهد، وكياخذوهم الناس بدون استشاره طبيه، وملي كتكون عندهم شي اعراض ما كيعرفوش مناش هذيك الاعراض اللي عندهم، علاش ولاو بحال هكا، ما كيعرفوش المشكل مناش، هو المشكل كيكون من استعمالهم لهاد الادويه بشكل عشوائي. من اهم التاثيرات ايضا الغير المرغوب فيها ديال هذا الدواء هذا، هو انه ممكن يدير لك، ماشي ممكن، كيدير النعاس بزاف، وكيدير واحد الخمول ما كيتصورش، الواحد اللي كيشربو يقدر ينعس مثلا الا كان في فتره امتحانات اولا شي حاجه، فممكن ينعس في الامتحانات، ممكن تجيه الدوخه، شي واحد الا كيسوق اولا كيستعمل شي الات اللي كتحتاج للتركيز اولا الخدمه ديالو كتحتاج للتركيز، فممنوع منعا كليا انه يشرب هذا الدواء،
وخصوصا اللي كان سائق سياره او لا شي حاجه، لانه في اي لحظه ممكن يجيه النعاس، او في اي لحظه ممكن تخربق عنده الرؤيه، ممكن تجيه الدوخه، تولي عنده بحال شي ضبابه فوق عينه. لهذا هذه الادويه هذه ماشي غير جي واستعملوها، يعني ممنوع انكم تاخذوها الا باستشاره طبيه، والطبيب كيعطيها فقط في الحالات ديال الحساسيه والحكه اللي تتكون عند بعض الاشخاص. وفي اغلب الحالات بالنسبه لزياده الوزن كيتعطى سيروات ديال زياده الوزن اللي تتكون فيهم الحلبه، الفيتامينات اللي سبق لي تكلمت لكم عليها في القناه، وغادي نحاول انني نوريها لكم في هذا الفيديو هذا. ولا كتلاحظوا معايا هنا كاتبين انه من احتياطات استعمال هذا الدواء هو ان هذا الدواء لا يستعمل، هذا الدواء كنتمنى تكون واضحه على الكاميرا، لا يستعمل هذا الدواء كفاتح للشهية إلا باستشارة الطبيب، يعني ماشي غير جي خوديه. ولا يستعمل عند السائقين أو المستخدمين لآلات نظرا للنعاس الذي يمكن أن يصيبهم، يعني ماشي غير جي وخذي هذا الدواء وبقاي كتشربي. وكاينين بعض الأشخاص اللي وصلوا لأنهم ياخذوا هذا مثلا حبة من نيرابول اللي هو بنسبة 4 ميلي غرام، ديما تيديروه هما بنسبة 4 ميلي غرام، وتمشي تاخد معاه حبة أخرى من بيرياكتين أو لا من سوبر أبيتي أو لا من شي دواء آخر اللي فيه نفس المادة اللي هي السيبروهيبتادين، وكيولي عندها بحال بحال كتكتر الدوزاج على الجسم ديالها. هو نورمالمون أصلا الجسم مخصوش يفوت فيه واحد الدوزاج، هادشي إلا خدو هادشي إلا تعطى كاع الناس اللي عندهم الحساسية وفعلا محتاجينو، مخصهمش يكترو من مخصهمش يفوتو واحد واحد لا دوز. وهما كيمشيو كيخلطوا هذاك مع هذاك ويخلطوه مع شي لوز وكركاع وشي بقاو شي ياكلوا في داك الشيء، صافي ملي كتولي عندها شي مرض اخر او لا شي مشكل اخر ما كتعرفش مناش. لهذا احذروا من استخدام الادويه بشكل عشوائي، وخصوصا هذه الادويه اللي كتحتوي على مواد اللي تتكون كيميائيه، راه ما معهاش اللعب. مازال الا خديتي شي مكمل غذائي فيه حلبه وفيتامينات مازال شويه. وحتى الحلبه عندها خطوره بالنسبه للمراه الحامل، يعني دوك الادويه اللي فيهم الحلبه والفيتامينات الا خذاتو مراه حامله وخصوصا في داك السيمستر الاول ديالها، ديك 3 شهور الاولى ديالها، راه ممكن يسبب لها في اجهاض الجنين، لان هذيك الحلبه اصلا ممنوعه على المراه الحامل. لهذا خلاصه القول، سوبر ابيتي سواء حبوب او لا سيرو هو نفسه نيرابول، هو نفسه بيرياكتين، هو نفسه بيرفيتال، هو نفسه كاع هذوك اللي فيهم ماده كلهم كيتكونوا من نفس الماده اللي هي السيبروهيبتادين اللي هي هذه مكتوبه هنايا. وهذه الماده هذه كما قلت لكم خاصه بالحساسيه والحكه، وممنوع استعمالها الا باستشاره الطبيب. وبالنسبه للمكملات الغذائيه اللي طبيعيه وكتحتوي على مواد طبيعيه اللي ما فيهاش اضرار بحال هاد الاخرين، بحال هاد الادويه الكيميائيه اللي ما خصش تستعمليها الا بوصفه طبيه، هما هادو كلهم هادو تقريبا بحال بحال، المكونات ديالهم تقريبا متقاربه، عباره على فيتامينات ومعادن والحلبة. هاي مكتوبه هنا 11 فيتامين في هذا، فيتاتين والحلبة زائد الحلبة. هذا ستيم أمب هو نفس الشيء، كيتكون من حلبة فيتامينات ومعادن، وهذا أيضا نفس الحاجة غير هذا زايد فيه الهلام الملكي، داك العسل ديال الهلام الملكي، وهنايا زايد فيه الحديد، دايرين فيه واحد النسبة ديال الحديد اللي هي شوية مهمة، كيتكون من البروتينات. هذا راه ديجا تكلمت عليه في القناة ديالي في إحدى الفيديوهات على القناة ديالي، هاد ستيم أب وحتى هذا وحتى هذا، وتكلمت أيضا على بعض المنتوجات الأخرى من غير هادو اللي كتشوفو هنايا. هادو تيتكونوا من مواد اللي هي طبيعية، وكيزيدوا الوزن هي شوي بشوي، وما تيعطيوش شي تأثيرات جانبية خايبة. غير هو بالنسبة للمرأة الحاملة فممنوع تستعملو بشكل نهائي، لأنه كتكون من الحلبة، أي حاجة كتكون من الحلبة ونسبة عالية من لا فيتامين أ راها ممنوعة على الحامل. بالنسبة للمرأة المرضع الحلبة ماشي مشكل إلا شربتها، ولكن اللي حاملة ممنوعة عليها. بالنسبة للدول خارج المغرب تقدروا ما تلقاوش هاد المنتجات هذه بنفس هاد الاسم هذا اللي اكتيفيتي فيتاتين ستيم اب، تقدروا تلقاوها باسماء اخرى. المهم انكم تبحثوا في المكونات تاع المنتج وتلقاو انه فيه فقط فيتامينات ومعادن وحلبة او لا مواد اللي هي طبيعية اعشاب اللي هي طبيعية، واللي تكون بطبيعة الحال غادي تردوا البال للاعشاب اللي ممنوعة على المرأة الحامل اذا كانوا في المنتج، فممنوع انها تستعملهم.
اصلا المراه الحامل ما عمرها دير حتى شي حاجه الا باستشاره طبيه، ديما تتبع مع الطبيب اي منتج بغات تاخده، تمشي تشاور الطبيب ديالها قبل ما تاخده، حتى الاعشاب طبيعيه لان هناك اعشاب اللي تقدر دير اجهاض للجنين او دير تشوه او دير شي مشكل خايب بزاف. بالنسبه للاثمنه ديال هاد المنتجات هذه، هذا ستيم اب حبوب، هذا الثمن باش خديته من الباغا فارماسي هو 50 درهم، وفي الصيدليه داير 59 درهم. هذا فيتاتين البتي موديل، هذا صغير حيت كاينه سيرو قرعه كبيره وكاينه قرعه صغيره، هذه قرعه صغيره دايره 77.5 درهم، وفي الصيدليه وفي الباغا فارماسي 60 درهم. وهذا اكتيف بيتي داير 95 درهم، في الصيدلية وفي شبه الصيدلية 70 درهم. هادو هما الأثمنة ديال هاد المنتجات، هادي المكملات الغذائية اللي ما تخافوش منها، واخا أنها النتيجة ديالها ما كتكونش بسريعة بحال هادو، لأن هادو دغيا تتنفخي دغيا تينفخوك، ولكن في ساعة غتقطعيهم في ساعة كتفشي، لأنهم أصلا أدوية الحساسية معروفة بهداك بهاديك الحاجة أنها تتنفخ الواحد، غير قطعها تاني الواحد كيرجع الوزن ديالو الأصلي، كيعاود يتفش، وعاد زيد أنها كتخلي بعض الأعراض الجانبية اللي خايبة بزاف والتأثيرات اللي خايبة بزاف، لهذا الواحد ما يستعملهاش إلا إلى شاور الطبيب ديالو. كنتمنى تكون الفيديو عجبتكم واستفدتوا منها. إلا سبق لكم جربتوا سوبر أبيتي اللي هو ما كاينش في المغرب في الصيدليات نهائيا، انما هو منتج كاين في الجزائر، وحتى في الجزائر كاين فقط في عند بائعي الاعشاب الطبيعيه اللي فيه نفس الماده اللي كاينه في نيرابول وبيرفيتال وبيرياكتين وابيتين وبزاف ديال المنتجات اللي كتعالج الحساسيه والحكه. الى سبق لكم جربتوا هذه المنتجات هذه، حاولوا تعطوا التجربه ديالكم اسفل هذا الفيديو في التعليقات باش يستافد الجميع من التجربه ديالكم، خصوصا الا كانت التجربه اللي هي تقدر تنفع شخص اخر. وبسلام عليكم، الفيديو اخر ان شاء الله.